طيب انا حاولت اطلع اونلاين على الانستغرام، وعشان دي اول مرة اطلع عليه فمش عندي فكرة تظبيطات التعليقات وتظبيطات الكاميرا وكده. كانت زي ما تقولوا كده يعني ايه، بس تجريبي. بالنسبة للقناة اللي على اليوتيوب هعمل لكم فيديو. كان في استاذ محمد بعت لي رسالة طلب فيها توضيح على البوست بتاع العرب في أمريكا وموقفهم من الرئيس الحالي ومن أحداث غزة. فحطولي في الفيديو دوت الأسئلة، يعني الحاجة اللي انتوا عاوزين اتكلم فيها، لان الموضوع كبير قوي ومتشعب ومحتاج وقت، يعني فاهم ازاي؟ وفي نفس الوقت انا مش هعرف اتكلم من غير ما اكون عارفة انا هتكلم في ايه. ف يعني حاولوا تحطولي في التعليقات دي الفيديو اللي انا هسجله، ايه اللي انتوا عاوزين انا نتكلم فيه، لان انا حاولت اطلع مباشر بحيث ان انا اشوف التعليقات ونتناقش مع بعض او حد يطلع يتكلم معايا. ما فيش حد كان موجود، وكمان فرق التوقيت مشكلة كبيرة. يعني دلوقتي مثلا احنا الظهر هنا لسه الساعة 12، عندكم انتوا على ما نبقى احنا العصر هيبقى عندكم متأخر قوي. فانا هحاول انسق، يعني انسق افكاري بالمختصر المفيد، يعني لانه الامور طويلة كده. سامعني يا حسن؟ أنا كده عليت الصوت على الآخر. حسن سامعني؟ حول. يعني عليت لك الصوت على الآخر، هل تسمعني؟ يا مركز الو، دي مشكلة المباشر بقى. على ما تظبط الجاكيت هيكون البنطلون ضرب، على ما تظبط البنطلون يكون الجاكيت ضربت كده. يعني هل تسمعني؟ محمد كمان ظاهر في الموضوع هو. هل تسمعني صوتي يعني دلوقتي كويس مش واطي؟ يعني عاوزين نعمل أجندة كده نكتب فيها مواضيع عامة ما فيهاش رغي كتير، وما فيهاش كلام كتير، وما فيهاش قصص كتير، وما فيهاش شخصنة. يعني تكون مواضيع كلها تخص الرأي العام زي ما احنا نقول، يعني ما تكونش فيها حاجة شخصية أهم حاجة. فحاولوا ان انت تكتبولي في التعليقات ايه النقط او ايه الموضوع اللي احنا ممكن نتكلم فيه، لانه واضح ان حكاية البث المباشر دي مش هتبقى جيدة بسبب التوقيت، فرق التوقيت الحالي. عندي هنا هيبقى الظهر او العصر، والوقت اللي انا بعرف اطلع فيه اتكلم هو هيكون بعد المغرب مثلا او بعد العشاء، هيكون بالنسبة لكم الفجر، هيبقى وقت متأخر جدا جدا. الصوت مش واطي يا حسن، انت ممكن تشوف الجهاز اللي انت بتتكلم عليه ممكن يكون هو الصوت بتاعه اللي واطي، لكن انا عليت الصوت على الاخر والله. ده غير ان انا يعني اوريدي صوتي عالي. فانا هعمل فيديو وحطه على قناتي على اليوتيوب، لانه واضح انه واضح ان الفيسبوك مش عاوزه اتكلم عليه، يعني لانه يعني تقدر تقول ان الفيسبوك الى حد كبير مسيس، والمواضيع اللي عليه بتبقى على مزاجه حسب الاجنده بتاعته.
وحسب الناس اللي قاعدة عليه، فبتلاقي انه بيعمل لك زي restriction على المحتوى. لو هو مش على هواه، لو المحتوى مش على مزاجه بيحط لك عليه restriction. بتلاقي زي ما انتوا كده شايفين الانترنت يبقى كويس عندي بس انتوا مش كويس عندكم، فيعني احنا نحاول نعمل الامور مسجلة احسن وننزلها بدل ما تكون مباشرة، ولما تكون مباشرة هو بيقدر يتحكم في شبكة المعلومات وشبكة الاتصالات والقصة دي. فلما يكون مسجل يبقى افضل. مسألة العنصرية ده يعني من انهي اتجاه؟ من انهي اتجاه بالظبط؟ العنصرية من ناحية العرق ولا الدين ولا اللون ولا ايه بالظبط؟ يعني انهي نوع فيهم؟ انا مستنية الإجابة في مسألة العنصرية من انهي اتجاه يعني، او من انهي نوع، اللي من حيث العرق ولا من حيث الدين ولا من حيث اللون، وفي أي مكان بتتكلم، بشكل عام في العالم ولا في دولة معينة. العنصرية، الديمقراطية. محمد داخل حامي أوي انت، ها، في العالم. طيب انا هقولك رأيي كده، يعني هقولك رأيي بشكل بسيط من غير كلام مجالس وكلام كبير. العنصرية مش موجودة في مكان واحد بس، موجودة في العالم كله، عشان نبقى واضحين بس وما بنطبلش لحد على حساب حد. فهي موجودة زيها زي الفساد، ما هو ماركة عالمية العنصرية موجودة برضو، بس المسألة بقى مسألة نسبة وتناسب. يعني نسبتها قد ايه، حجمها قد ايه، معاناتها قد ايه، يعني الإحصائيات بتاعتها في آخر 50 سنة، في آخر 100 سنة قد ايه، في تزايد ولا بتقل، عشان نبقى بس يعني ما بنتكلمش كلام مرسل كده. فأنا طبعا ما عنديش الإحصائيات لأن أنا مش بشتغل في المراكز دي، بس من على أرض الشارع، من على أرض الشارع الأمريكي، هي عالية عالية جدا، وهي تعتبر مشكلة متجذرة في المجتمع. يعني تقدر تقول إن هي مجتمعيا من العناصر أو من الأسباب الرئيسية في مشاكلهم. بس السؤال بقى، العنصرية جاية من الناس ولا من السياسات؟ عشان تقدر تحدد المشكلة جاية منين. جاية من الشعب نفسه، الزبون بتاعهم، ولا جاية من السياسات الداخلية؟ لو في فرق بين السياسات الداخلية محليا وفي فرق بين السياسات الخارجية. من ناحية كله العنصرية الدولية، لا، من ناحية العنصرية الدولية ده موضوع كبير قوي ومحتاج وقت وساعات كلام، ولازم حد يتكلم فيه مع حد ويبقى نقاش يعني جماعي، خد وهات، يعني ما ينفعش اقعد اتكلم مع نفسي بس. يعني انا بحاول اديك دايما الخلاصة او الهيدلاينز اللي ممكن نبني عليها التفاصيل فيما بعد في مواضيع تانية في وقت تاني يعني. بس هل هي موجودة؟ هي موجودة، ما فيش شك انها موجودة، بس بفعل فاعل، ما جاتش صدفة. يعني الناس اللي بتيجي من حوالين العالم، من كل الاجناس ومن كل الاعراق، طفشانين من بلدانهم باي اي كانت الاسباب بتاعتهم، الحريات، الدين، whatever، يعني ايا كانت الاسباب اللي خلتهم يطلعوا من بلدانهم ويبتدوا من اول الصفر ويطلعوا لدولة هي بتدعي ان هي يعني قلبها كبير
وهي هتكون التعويض ليهم عن المعاناة اللي هم شافوها في بلدانهم، ايا كانت المعاناة دي نوعها ايه وشكلها ايه. التوقعات او الاكسبكتيشن اللي بيجي بيها كل واحد، انا بتكلم عن الناس اللي دخلوا من الباب مش نطوا من على السور، انا بتكلم على دخل بهجرة شرعية قانونية، مش كاسر القانون يعني، ده موضوع تاني خالص، حمادة تاني يعني. فطبعا التوقعات وال الستيريوتايب او الصورة النمطية اللي بيكون واخدها الشخص من الميديا ومن التلفزيون ومن الآراء اللي بيسمعها بتكون عالية جدا، فبيكون حاطط في دماغه ان هو هيجي هيلاقي بقى القيم دي يعني القيم الإنسانية دي هتكون موجودة already. بيكتشف مع الوقت ان ملهاش وجود اصلا، مش انها مثلا يعني قليلة، هي ملهاش وجود، ملهاش وجود لانه الناس اللي بتعمل القوانين وبتعمل التشريعات وبتحط السياسات بتتعمد ان هم يبقوا على طول الوقت في حالة فرق تسد، فبتلاقيها في العمل، بتلاقيها في السكن، بتلاقيها في العيشة. ما بتقدرش يعني اديك مثال، مثلا يعني ما تروح تقدم لشغل مثلا، ما بيسألكش سنك قد ايه، بس بيسألك اتخرجت سنة كام، اشتغلت في الشركة دي كام سنة. بالتالي حتى لو هو معهوش الاي دي بتاعك اللي فيه تاريخ ميلادك، هنفترض يعني ان هو معهوش الرخصة بتاعت القيادة واللي فيها اوريدي تاريخ ميلادك، وشاف انت اشتغلت هنا وتخرجت سنة كام، يعرف السن بتاعك. فلما بتكون اكبر من الشباب طبعا بيبقى فيه تمييز، يعني ما بياخدش الكبير في السن، هو عاوز الصغير، عاوز الصغير لأسباب كتيرة، لقلة الخبرة، ولأنه عاوز يدفع أقل، فكل ما يبقى عندك خبرة قليلة في حاجة فيدفع هو أقل لأنك لسه هيعلمك، أو ممكن تكون يعني الشغلانة اللي أنت مقدم فيها دي تريننج بروجرام مثلا، هاخدك مثلا وديك الحد الأقصى للأجور. فبالتالي بالتالي هو ما بيدفعش كتير، فبالتالي هو عاوز الصغير لأسباب كتيرة. وده بقى بتحسه كتير في الأشغال اللي هنا، إنه الاختيار بتاع العمل بيكون قايم برضو على عملية التمييز، ما بتجيش بشكل مباشر أبدا يعني، ما بيدهلكش بشكل مباشر، بس أنت بتشغل دماغك وبتعرفها مع الاحتكاك، مع الكلام، مع الأكشن، بتعرف ان هو يعني في تمييز طبعا، الدعبسة في الكلام، الخروج عن الموضوعية في الكلام، فطبعا بيكون في شيء من العنصرية. فالنقطة اللي كنت بتكلم فيها، معلش انا بنسى، نقطة انه التمييز والعنصرية موجودة مش لان الناس هي جاية مهيئة لكده، الناس بيبقى جاية عندها حافز وعندها توقعات جيدة إيجابية، مع الاحتكاك بقى في الحياة غصب عنك انت لازم تنزل المستوى ده، اللي هو مستوى بقى الخناقات اليومية، المعارك اليومية بشكل مباشر بشكل غير مباشر، كل التكنيك بقى اللي هو يخليك ايه تتعايش مع كل الأحداث دي. بمعنى مثلا في الترافيك وانت سايق، القانون بتاع السواقة بيقول لك ان انت قبل ما تروح يمين او تروح شمال لازم تدي من 15 ثانية لتلاتين ثانية اشارة للي قدامك ان انت هتروح قدامه او هتروح على الحارة اليمين او على الحارة الشمال. طبعا بتلاقي في صاروخ جاي كده طاير طاير ورمى نفسه قدامك، فانت لو مش عندك الوعي ان في ناس سافلة، سوري في اللفظ يعني، في ناس سافلة لا بتحترم قانون ولا في دماغها قانون وقرفانة من العيشة واللي عايشينها وحتطلعوا فيك بعملية إسقاط، هتلبس فيه طبعا لأن اللي وراها 100% هو الغلطان. ففي ناس بتيجي طايرة فوق التسعين وفجأة تلاقيه اترمى قدامك بشكل بقى هو قاصد مش قاصد، ده موضوع تاني
يعني انت مستهدف او مش مستهدف، مش هو ده لب القصيد. لب القصيد ان انت ما تديش وانت ماشي ان الناس ماشية على القانون في السواقة، فبتلاقي الناس ترمي نفسها قدامك. دي نقطة واحد. نقطة اتنين، مثلا لو انت حتى اديته ادبيا وانك انت بتتتبع القانون بتاع السواقة اشارة، بيجي دايس بنزين ما بيديكش فرصة تيجي قدامه، بي 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 بيكسر عليك. يعني انت بتفضل على الحارة مثلا اللي هي على الشمال دي، هو على الحارة الشمال وانت على الحارة اليمين، وانت عاوز تروح على الشمال بتاعته، الشمال عاوز تروح قدامه، وديته اشارة، هو اتزحزحت قدامه شوية وعاوز بقى تروح قدامه، يجي دايس بنزين. عارف يعني ايه؟ يعني ما يديكش، تفضل انت بقى عارف مشيت شارع بحاله، ما انتش عارف تروح قصاده. انا شخصيا دلوقتي خلاص بطلت اعمل دي بقى، لاني عرفت خلاص ان الناس انانيه جدا وما بيديكش الفرصه. هو انا ومن بعدي الطوفان، فبضطر ان انا ابقى خبيثه زيهم، بضطر ان انا اتطبع بالطبع بتاعهم. هل انا كنت جايه كده؟ لا، ما كنتش جايه كده، وسقطت في الامتحان بتاع القياده ده مرتين لاسباب تافهه جدا، لاسباب تافهه جدا. ما تتقارنش بالمعركه بتاعت الشارع. anyway، ارجع تاني لنقطة المرور. بترمي، بضطر بقى ان انا اجي دايسة بنزين شوية ورامية نفسي قدام اي حد، ولا يمين ولا شمال. ما انا لو اديته ان انا عاوز اروح على الحارة بتاعته، هو بيكسر عليا، فبنفضل على كده مدة طويلة، وبيروح عليا الشارع، وافضل اعمل يوتيرن وارجع تاني. فانا خلاص اضطريت ان انا بقلت القلب انا كمان. فدي نقطة بحر حاجات كتير ممكن يعني تقيس عليها الشارع. مثلا يعني يعني بتبان في السواقة طبعا، بيبان انه يعني الناس اللي سايقين حواليك وانت سايق على الطريق السريع ماشي، بيبان انه يعني السواقين اللي هم محترمين بيبانوا، واللي هم مش في دماغهم لا قانون ولا غيره بيبانوا. في ناس بتبقى سايقة على فكرة ما معهاش ورق، بدليل ان هما بيكسروا الاشاره ويمشوا، تبقى الاشاره الحمراء والناس واقفه وهما ماشيين. هو حاجه من الاتنين، يا اما ما عندوش ورق وما يقدرش يعمل عربيه ويجيب عربيه ويحط عليها تامين والقصه دي كلها، يا اما هو على المخدرات او في حاجه غلط، في حاجه غلط يعني. فده يعني مثال بسيط جدا لمعارك الحياه اليوميه. طيب أنا متابعة التعليقات من دلوقتي، فتحت التعليقات. العنصرية في كل مكان يا أستاذ شريف، بس يعني أنا شايفاها هنا مختلقة، يعني شايفاها إن هي مش عارفة أوصلها لكم إزاي، بس يعني شيء مؤسف، يعني شيء مؤسف. شايفاها مختلقة، يعني ارسم لي خط زي ما احنا اتعلمنا في مصر كده لما نيجي نتكلم مع الحكومة او مع الأنظمة بتاعتنا او السياسات بتاعت النظام. ارسم لي خط وانا امشي عليه. لو انت ماشي على الصراط المستقيم كحاكم ونظام كويس، انا كمواطن في الشارع همشي على الطريق المستقيم برضه وهقف في الطابور. اذا انت بتكسر القانون، انا كمان هكسر الطابور واخش بالشلاليه بتاعتي زي ما انت فوق داخل بالشلاليه بتاعتك. انا بجيبها لك بلغه الشارع البلدي البسيطه، يعني هو نفس الموضوع هنا بقى بس على اصعب شويه، لانه دي منهجيه اللي عاوز يقعد في الكرسي وما يسيبوش، حتى لو هو يقعد 8 سنين، حتى لو هو يقعد 8 سنين وفقا للقانون بتاعهم، بس هو بيسلم اللي بعديه. فكل ما يكون في تناحر وكل ما يكون في الناس مش طايقة بعضها، احنا بننفض عنده وهو متحكم بينا. فهو مكان الأب ومكان الأم، بدليل ان هو متدخل في تربية الأولاد مثلا، عاوز يحط سياسة المثلية مثلا على سبيل المثال، عاوز يحط الفكر ده في تربية الطفل. طب ما انت بتلغيني انا وانا عندي دين،
لو انا ايا كان الدين، يعني مش بتكلم على دين محدد، بس يعني انت كده بتلغي اللي هو مؤمن بالكتاب، يعني انت بتيجي على طرف على حساب طرف. هو اساسا الموضوع بتاع المثلية ده كله سياسة، يعني موضوع الشواذ والكلام ده كله هو متخذه يعني سياسة برضو عشان التصويت. بعد التصويت هيديله بالجزمة زيه زي غيره. يعني لو الناس الطيبة دي مفكرة انه يعني بعد ما يعني حوصل للكرسي هديكو حاجة كويسة في الدنيا، مش هديكو اي حاجة في الدنيا برضو. لانه عاوز اقول لحضرتك حاجة، يعني انه عملية القيم والمبادئ ما بتتجزأش، يعني المبدأ والقيم في خطوط عريضة فيها كده ما بتتجزأش. فبالنسبة للحزب اللي هو اللا ديمقراطي، هو ما عندوش قيم على أرض الواقع، يعني على أرض الواقع ملوش لون. مع السود، أنا أيام ما كنت أسود، تشوف الخطاب بتاعه أيام السود، أنا كنت، أيام البيض أنا كنت، أيام مش عارف مين أنا كنت. لما تقعد تشوف التسجيلات بتاعتهم وقت الانتخابات ووقت أي مناشدة، بيلبس ثوب إن أنا كنت كل حاجة، وهو ولا حاجة من دول. يعني المتاجرة بألم القضية بتاعت السود مثلا، بالعنصرية اللي هم عانوا بيها أجيال ورا أجيال، يتاجر بيها. وحتى اللي منهم بيوصلوا للكرسي زي أوباما مثلا، الفقر في الشارع موجود فيه أسود، الهومليس في الشارع فيهم أسود، الناس اللي نايمة على الرصيف فيهم أسود، اللي على المخدرات فيهم أسود، اللي بره أمريكا خالص، اللي لسه في بلد أوباما نفسه على حالة فقر وعلى حالة عوز. السود عموما حوالين العالم بيعانوا، فإيه هو قدمه يعني لما وصل للكرسي، غير إنه يعني زيه زي غيره تاجر بالقضية بتاعتهم، ما عملش أي حاجة. مجرد على رأي واحدة كانت ساكنة جنبي قالت لي، يعني بق كبير على الفاضي، خطابة، رنانة، عاطفة، كلام، أرض الواقع صفر. وهي من نفس البلد بتاعته، يعني مش تبعي أنا، يعني من نفس البلد بتاعته. بس زي ما احنا كمصريين نفهم على بعض ونعرف الكذاب من الصادق، وكذاب لحد نسبة قد ايه، 30 20% 50% ولا 100% هو كذاب، هما بيفهموا على بعض برضه. فهي أول ما جت وتناقشنا قالت لي كذاب مش هيعمل أي حاجة، كلها متاجرة لحد ما يوصل للكرسي مش هيعمل أي حاجة. ودي الحقيقة فعلا، ما عملش أي حاجة، والفترة بتاعته أنا مش شايفة عمل فيها أي حاجة، ولحد النهاردة هو اللي بيحكم برضه. يعني لو انتوا مفكرين حد تاني بيحكم غيره، دي وجهة نظري، انا شايفة ان هو اللي بيحكم. احنا ما عندناش رئيس يعني فعلي على الكرسي، باين ان هو عندنا رئيس فعلي على الكرسي، يعني اللي موجود راجل كبير محتاج انه يتحط في مكان ياخد عناية ورعاية. ما ده مش مكانه. يعني اي مواطن مكاني في البلد هنا وشايف الوضع اللي احنا فيه لازم يقول كده. لو قارنا بعيدا، انا طلعت عن موضوع العنصرية، معلش، ما دي مشكلة ان الواحد بيتكلم لوحده. لو قارنا الرئيس المصري اللي مش اللي ممكن احنا كمصريين مش عاجبنا، ماشي، انا معاك، خدني على قد عقلي خالص. لو هنقول ان هو مش عاجبنا بسبب الغلاء وبسبب كل واحد حسب اسبابه وحسب اجندته وفكره، تعالى نحط كده يعني بكل موضوعية وبكل حيادية، بعيد عن أي تحيزات، بنحبه ما بنحبوش، يعني حط الحب ده على جنب، احنا بنتكلم في المصلحة العامة دلوقتي. هنحط واحد عنده 80 سنة وواحد أصغر منه بتاع 50 60 سنة، فرق 20 سنة. القوة العقلية والفكرية والذهنية بتاعة الكبير في السن واللي موجود عندك في مصر، قارن الأداء الصحي بتاعه عقليا وجسمانيا وذهنيا، وقارن الراجل اللي معانا. دي نقطة. النقطة التانية،
قارن كمواطن. انا عشان انا مصريه وامريكانيه فانا بقارن غصب عني، يعني غصب عني. فالموضوع ملوش دعوه بالحب والكره، هنا احنا بنتكلم على قضيه يعني حد متحكم في حياتك وهو محتاج انه يبقى يعني يتحط تحت عنايه، يتحط تحت سميها زي ما تسميها، يعني ما هوش اهل للمكانه اللي هو فيها دي خالص. القرارات اللي بياخدها دي دمرتنا جوه، ده لو هو بياخدها اصلا. يعني اللي هنفترض، انا هفترض معاك ان هو بياخدها، طب ماشي، هفترض ان انا غلطانه وان مش اوباما واخد ترم تاني ولسه بيحضر نفسه وياخد الترم اللي جاي كمان، هفترض معاك ماشي ان انا دي نظريه مؤامره وانا ست غبيه وست وست وست. اوكي، على أرض الواقع من يوم ما ركب أو الزباين بتوعه ركبوه، المستفيدين الشلة بتاعته ركبوه، إحنا استفدنا إيه؟ ما استفدناش أي حاجة كمجتمع. الاقتصاد طلع السما، معدلات التنمية فيه زادت ولا نقصت؟ بقى فيه ركود ولا في حياة وفي رفاهية والعملية زادت؟ الموظفين اللي هو عمال يقول أنا شغلت ناس شغلت ناس، ده هم نفس الناس اللي قعدهم في البيت وقت كورونا، هم اللي رجعهم تاني. بس الناس ما بتبقاش فاهمة لأن هم مش عايشين معانا، والميديا مسيسة فبتطلع لك المانشيتات اللي الناس قاعدة جوه المفروض احنا عارفين. فانت ما تقدرش ابدا تسمع لطرف من غير الطرف التاني، يعني لازم تدفع تسمع للطرفين والقرار ليك بقى في النهاية. فطبعا دي حاجات بسيطة خالص ان انا ذكرتها. الاقتصاد معدلاته ايه؟ الفقر معدلاته ايه؟ التشرد نسبته زادت ولا قلت؟ التضخم ده مين خلقه؟ معالجة الفيروس اتعالجت ولا ما اتعالجتش؟ إدارة كل الأزمات دي بقى، إدارة كل الأزمات اللي هقول إنها مش مفتعلة واتخلقت كده حظ ومهبب، إدارتها بقى كانت إيه؟ الولاية اللي أنا فيها بتاعت ساكسونيا دي، الحاكم بتاعها مثلا عمل إيه؟ إدارته في الأزمات كانت إيه؟ قانون الطوارئ اللي هو عمله ده عمله ليه؟ دي أسئلة ممكن تفتح ملفات ملاها أول من آخر. فموضوع المقارنة بين حكم شخص غير مؤهل أو بلاش غير مؤهل، هو محتاج إن أنت تفرض عليه الوصاية، ما عندوش أهلية، حقيقي بتكلم بأمانة ما عندوش أهلية، يعني حرام إن أنت تحطه تحت الضغط العصبي دوت وهو مش مهيأ لده، هو مش معانا. فأنت مش بس بتهد أسرة جوه بيت بالزوج بتاعهم او ابوهم، انت بتهد مجتمع محلي ودولي. ايه الفايده بقى؟ ايه الفايده؟ فازاي هتقول انا دوله عظمى وانا دوله كبرى وانا 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 وانت من جوه مخوخ وفاشل مع مرتبه الشرف بالشكل ده؟ لا عندك اداره ازمات نمره واحد، دي اهم نقطه، ولا عندك اي معالجه من اي نوع، وكل المصايب في تزايد من الأرض للسماء. الأسباب أقول لك إيه بقى من التجربة في الشارع؟ الأسباب هو الانتقام المرضي اللي عند الناس اللي قاعدين في الكراسي، بينتقموا من بعض أو بيمثلوا إن هما بينتقموا من بعض. هفترض معاك برضو لبعض الناس اللي عندها فكرة المؤامرة وإنه بيمثلوا علينا الطرفين، أوكي معاك، حتى لو هو أنت بتقول كده إن هما بيتخانقوا مع بعض بالتمثيل يعني، وإن هما نفس المنبع، في النهاية المحصلة صفر. في المحصلة صفر، انت ما عندكش اي معالجة من اي نوع وبقيت اضحوكة قدام العالم. فقدت مصداقية، فقدت احترام، فقدت ان الناس تعمل لك حساب، بقيت ملطشة، بقيت اضحوكة. فما تقدرش تطلع بقى تتكلم وتقول انا 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 زي الفيلم بتاع جواز عتريس من فؤاد باطل كده، كان في واحد من الممثلين مش عارفة اسمه ايه، كان مش محمود مرسي،
واحد من ضمن العصابة بتاعت محمود مرسي أو الشلة بتاعته اللي بتلم الجباية عاوز ياخد الدور بتاعه، فقال لهم والله أنا عتريس، والله أنا عتريس، بس مش فاكرة اسم الممثل إيه في الفيلم أو اسمه إيه كممثل، يعني مش فاكرة، بس هو نفس الوضع بتاعه بالظبط لما تشوفه، لما بيزعق، لما بيحاول يلبس الماسك إن أنا قائد، إن أنا رئيس، مفيش أرضية، مفيش أرضية، مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة في أي حاجة. فأنا طبعا غصب عني أنا اللي في الشارع كإنسان، كأنا لا قاعدة في كرسي ولا قاعدة في منصب ولا عندي حاجة أتسند عليها غير القرش اللي بيجي لك ده، لو بيجي لك قرش أساسا بتدفعه في شيء معين، فالموضوع مختلف. فبتبص لها إنه يعني في ناس في مصر مش عاجبها الراجل اللي عندهم، والراجل اللي عندهم دوت بيعرف يتكلم، لو هو مشي هيعرف يجيب لكم غيره، احنا ما عندناش اي حاجة خالص. فده بيرجع تاني بقى للحوار الاساسي اللي سألني فيه محمد، ان العنصرية موجودة، العنصرية هي يعني متجذرة عند الناس اللي قاعدين في الكراسي، بالذات الحزب اللا ديمقراطي اللي هو أغلبه من أهل القانون ودارسي القانون، محامين أغلبهم، وهم اللي مسكوا في الكراسي. طب السؤال بقى منطقيا بعيدا عن كل التحيزات، برضو بنسأل أسئلة مشروعة جدا جدا، بعيدا عن الشتيمة وقلة الأدب والتحيزات والكلام ده كله، بنسأل أسئلة منطقية. الناس اللي هم أغلبهم منهم قاعدين في الكراسي ودارسين قانون، يعني ليه ما فيش بقى عدالة على أرض الواقع؟ يعني ليه ما فيش عدالة على أرض الواقع؟ ده سؤال ليهم، لأن هما لو كانوا صادقين يطبقوا العدالة اللي درسوها في القانون ويحطوها بشكل يرجع على المجتمع بالتنمية، ويرجع على المجتمع بالمساواة وبكل القيم اللي بتاعت القيم والمبادئ الإنسانية ديت، ما كانوش يبقوا في الحالة اللي هم فيها دي، ما كانش يبقى في حد محلل ظاهريا وحد ورا الستارة مستفيد لمجرد إنه مش عاوز فلان أبو حنان مثلا. هنفترض إنه هنفترض ان الحوار اللي حاصل بين الإدارة اللي موجودة ديت والإدارة السابقة، يعني خناقة، في النهاية المجتمع كله بيدفع ثمنها. المشكلة الأكبر بقى مش ان المجتمع بيدفع بس ثمنها، المشكلة انها ممكن توصلهم لحروب أهلية، لأن هم لسه ما عندهمش فكرة الاتحاد اللي هو يعني نبقى متحدين كلنا على قلب رجل واحد، لأنه لو هم متحدين على قلب رجل واحد وفي عقلاء بيكلموا من كل الأطراف، ولو 300 نفر و400 نفر من ال 300 مليون نسمة، ما كانش الأمور توصل لكده اللي احنا فيه دلوقتي، كانت اتلحقت من زمان، ما كانتش تستنى. يعني ليه نستنى 4 سنين؟ بسأل نفسي يعني أنا ليه أستنى 4 سنين وأنا قدامي واحد ما قدرش يعمل أي حاجة وفاشل، لو هفترض إن هو اللي قاعد وهو اللي بيحكم وكل الكلام اللطيف ده. أرض الواقع، إحنا كل شيء بقى من الأرض للسقف، يعني الغلاء ده مصنع عشان تاخد كل الفلوس اللي في جيب الناس، زي بالظبط ما هو مش عارف ياخد حق، يعني مش عارف يحط جريمة متفبركة على أبو حنان، فهات بقى 20 30 40 من اللي عندك من الفلوس عشان تقدر نطلعك كده، يعني زي ما تقول إيه، خسران، عندك حلقة إفلاس، تطلع بإفلاس. فبالتالي أنت بتشوف اللي معاه الملايين أو البلايين القانون بيتعامل معاه إزاي، وهو القانون ده مسيس. فأنت الحشرة النكرة اللي في الشارع، أبو 100 ألف، أبو 50 ألف، أبو 500 000، كل واحد بيسأل نفسه بقى أمال أنا أعمل إيه؟ لو جبت حتى محامي ودفعت له فلوس والمحامي عارف القانون ومحامي عارف كل حاجة، هياخد ودي مع القاضي إزاي وهو بيحكم بالسياسة مش بالقانون؟
فمسألة العنصرية هنا يعني محتاجة معالجة، والمعالجة ما تكونش كلام وعاطفة واستخدام للأحزاب السياسية وللأجندة السياسية خارجيا وداخليا، محتاجة أنها تكون إرادة الدولة ككل بقى، يعني الطرفين، الحزبين، المشرعين، الناس اللي بتوع علم النفس وعلم الاجتماع، يعيدوا هيكلة الفكر ده تاني في كل المؤسسات. موضوع طويل وعريض ومعقد جدا، وصدمة كبيرة للي عاش معاهم يعرف انه دي اكبر فشل كبير، اكبر فشل كبير ما زالوا فيه وما زالوا عايشين غرقانين فيه متجذرين فيه. ما بيبانش عند الناس لانه الناس من ذنب، الناس عندها استعداد للاحسن وبتختلف من جيل لجيل ومن طبقة لطبقة ومن طبقة متعلمة ومن طبقة مش متعلمة، يعني ناس من مبادئ الشارع كده، وانت بتتعامل معاهم اللي بيمسح الحمام بتاع الكافيتيريا تحسه عنده إنسانية أحسن من موظف قاعد في مكتب في الحكومة، تحس انه دول عندهم مشكلة معينة في التعامل، في فكرة عندهم انه ان انت بتشتغل عندهم مش هما بيشتغلوا عندك. ما بيبانش طبعا لان هما ناعمين جدا، ما بيبانش بشكل مباشر، بس بتعرفه في الاكشن. لما تروح تقدم مثلا عاوز تشتري بيت وتلاقي نفسك بيطلع دينك ودين اللي خلفوك وبرضه ما بتشتريش البيت، وناس تانية معهاش ورق معهاش اي حاجة تشتري بيت. نفس الموضوع في العربية، العربية ما تيجي مثلا تشتريها أو تأجرها، هات وهات 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 وهات، وتلاقي واحد تاني داخل كده لسه معهوش إلا يعني مؤقت، لسه معهوش حتى الجرين كارد، لسه ما بقاش على أرض الواقع، هو لسه نط من على السور. عارف يعني إيه نط من على السور؟ بس له شلة كبيرة من العرق بتاعه جوه، تعداد سكاني نص المجتمع، 40% من المجتمع. لازم تسأل بقى المشرع ليه عمل 40% أو 50% مثلا من المكسيكان و40% أو 30% زودها من السود مثلا، ومش معنى هم دول اللي متغلغلين. ما بتكلمش في العرق نفسه، ما بتكلم في الناس اللي بتشتغل اللي جوه المفاصل الدولة، ليه هم دول اللي متمركزين في كل حاجة، في الإسكان، في التعليم، في كل داهية. فبالتالي الأقليات بالتعداد السكاني الأقل زي العرب طبعا وغيرهم من الجاليات التانية، الآسيويين أقل، دول في موال تاني خالص، دول مركوبين مركوبين في كل حاجة، مركوبين في كل حاجة. فبالتالي المجتمع في حالة تناحر وفي حالة تحس إن أنت رجعت قبل الخليقة، أو إنك رجعت مثلا إيه، يعني مفيش أرضية مشتركة، مفيش حاجة خالص مشتركة غير القيم الإنسانية بينك وبين الناس، وبتعاني فيها برضو. فبتسأل نفسك بقى، هل أنت لما بتحس إن أنت من الأقليات في العدد بتاخد حقك زي اللي عنده التعداد السكاني الكبير الأغلبية؟ طبعا لأ، بالفم المليانة أقولك لأ، يعني بالفم المليانة أقولك لأ. تلاقي برايز مالي السيستم الحكومي، تلاقيهم متلونين يعني الألوانات والحجاب والهندي والباكستاني، بس هل الكفاءة اللي هو جه في الكرسي عليها جه بالكفاءة، ولا جه لمجرد ان احنا نقول عندنا diversity، عندنا تنوع؟ بس لما تيجي تتعامل معاه تقول ازاي هو قاعد في الكرسي ده، ازاي هو وصل للكرسي ده، مين وصله؟ فاذا الموضوع فيه شلالية سواء حزبيا او عرقيا او دينيا. طب لو حزبيا وعرقيا ودينيا يبقى انا جيت لي بقى، اما انا كنت امشي في المعركه دي في بلدي. يعني لو انا حاجه الاقي نفس اللي انا سبته بس بالالوان، طب ما انا يعني انت جاي تبيع المايه في حاره السقايين. فالناس اللطيفه الظريفه اللي مثلا في بعض القنوات، اللي بتطلع في بعض القنوات وتقول لك مثلا اسئله من الاسئله اللي جات في ذهني دلوقتي، مثلا من الخبثاء اللي بيسألوا، إذا الدول العربية وبالأخص الدول الإسلامية
مؤمنة يعني مؤمنة بحاجات معينة، طب ليه ما بتاخدوش الفلسطينيين عندكم في الوضع بتاع الحرب؟ ليه ما بتاخدوش العراقيين عندكم؟ ليه ما بتاخدوش اللي هم طالعين من حروب تاخدوهم عندكم لما انتم مؤمنين بحاجات زي كده؟ يعني دي بعض الأسئلة اللي هم بيسألوها للناس زي الفلسطينيين والعراقيين والسوريين، انتوا ليه بتيجوا هنا في البلاد بتاعة الغرب وما تكملوش في بلدانكم؟ هقول لك ليه بقى، تجاوب عليه بإيه أو ترد عليه بإيه، وبرضه بموضوعية مش بقلة أدب خالص، لأني ما بحبش السوقية في الكلام. فبمنتهى المنطق، بمنتهى المنطق، لأنه أنتوا كدول أوروبية وكأمريكا وك 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 أنت مصدر للعالم أن أنت المدينة الفاضلة، مصدر للعالم أن عندك مساواة، مصدر للعالم أن عندك تكافؤ فرص، مصدر للعالم كل شيء كويس. تعال يعني زي البياع اللي بتبيع للعالم كلام، ولما الزبون يجي عندك بتديله بالجزمة. فما اقدرش بعد ما جيت هنا وضربت 20 سنة او 15 سنة او 10 سنين واتيفر، المهاجر خد وقت قد ايه على ما يفهم انه انضرب على قفاه، تقول لي لف وارجع. ما انا يعني استنزفت صحتي وفلوسي ووقتي اللي كان ممكن في البلد اللي انا فيها اقدم لشغل، او اخد سلمه من ضمن السلالم، ابوس ايد الريس بتاعي وامسح، سوري في اللفظ، حاجات يعني انتوا فاهمين انا عاوزه اقول ايه، واوصل للكرسي وابقى من ضمن الشله. يعني انا لازم اضرب 20 سنه او 15 سنه، ده لو انا نفسي طويل قوي 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 معاك عشان افهم ان انت كذاب. فده رد ممكن يكون رد يعني منطقي وموضوعي. ليه؟ لانه الناس اللي بتعاني النهارده من العنصرية دي هم ما زالوا في حالة احتياج وفي حالة عوز وفي حالة يعني السيستم بتاع الحزب أو السياسة بتاعة الحزب اللاديمقراطي قايمة على فكرة، ده بتكلم محليا جوه، لو انت درست التاريخ بتاعهم أو شفت رصد، بس رصد الأكشن بتاعه، هتلاقيهم قايمين على فكر الفكر الصهيوني الاستعماري الاحتكاري الرأسمالي، اللي هو قايم على ايه بقى؟ انه يجيبك 8 سنين، المدة اللي هو الحكومة دي او الإدارة دي ايا كانت الإدارة بتاعت ده، هو عاوز طول الثمان سنين دول انت تيجي من على الطريق او تيجي من على المطار قانونيا، تدخل من الباب، يحدفك للمؤسسات الحكومية وياخد عليك مميزات من فلوس دفع الضرائب، ويدرسك في الشبكة العنكبوتية دي دراسات. الدراسات دي مش قايمة على التنمية المستدامة اللي احنا درسناها في بلداننا أو في كلياتنا، مش قايمة على التنمية المستدامة اللي انت هتبقى زبوني للعمر، لا، قايمة على الإفادة الحكومية، المنفعة الحكومية بشكل عام، ثم المنفعة الحزبية. المنفعة الحزبية بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بعد ما اديك المعاني اللي انا تجرت بيها لسنين وانت بتسمعها وجيت لي، التصويت يبقى ليا، يعني تديني الصوت ليا، ويزق عليك بقى اللي من دينك، من عرقك، من هنا، يعني هم عايشين في حياة الناس. عارف يعني ايه عايشين في حياة الناس؟ السما اللي فوقينا دي مليانة مليانة مليانة، مفيش حاجة، يعني مفيش حاجة ما تقدرش تقول، مفيش حاجة ما يعرفوهاش، مفيش حاجة مش شايفينها، مفيش حاجة مش سامعينها، بس يحب يسمعك عشان يجود لما يشوف انت وعيك لحد فين، فهمته لحد فين، فهمت انضربت على قفاك لحد فين، عشان نبتدي نجود في عدة النصب بتاعتنا جيل ورا جيل.
بس ان الحرق في الوقت ده انت بتدفع ثمنه برضه، فلوس وعمر وصحة، لان الناس هنا عشان تديك معلومة لازم تدفع ثمنها في الكورسات بتاعت التعليم، في اي شيء، في اي شيء انت لازم تدفع ثمن الحاجة دي. مفيش حاجة كده الله انك تسجد لربنا وتستنى الدعوة تستجاب، او تروح الكنيسة تدعي ربنا عشان يستجاب، مفيش الكلام ده. ف من خو يعني موضوع مشعب ومش عاوزة اخش فيه، لانه يعني متعب كمان في الكلام، متعب نفسيا في الكلام. ف رجوعي للنقطة بتاعت الحزب بالنسبة للمنفعة الحكومية والحزبية، لما بتخلص المنفعة دي لمدة 8 سنين بتاعت الرئيس أو الإدارة اللي موجودة، هو خلاص عاوز أبليكيشن جديد، طلب جديد لزبون جديد، عشان يرفع الأسعار، علشان ياخد فلوس تانية من فلوس دفع الضرائب. معنى كده إن هو ما عندوش عزيز، ما عندوش زي المكان اللي انت جاي منه، حتة المواطنة، ان حد يقول لك اه انا عاوزك تبقى معايا انت، ما هو ما عندوش قيم، ما عندوش مبدأ. بدليل انا في اول كلامي قلت لك بيطلع يتاجر بده وده وده، المحرقة هيتاجر بيها، المسلمين كل حاجة هيتاجر بيها. بس السؤال المنطقي، ما فيش حاجة كده يعني، ما فيش حد بتاع كله، ما فيش حد بتاع كله، لازم يكون لك أرضية مشتركة، بمعنى أرضية مجتمعية كلنا متفقين عليها يمين ويسار. احنا بقى في مشكلة كبيرة، احنا ما عندناش النقطة دي، ما عندناش الطرفين على أرضية مشتركة، بالتالي المجتمع يبقى على أرضية مشتركة فكريا وسياسيا وكل حاجة، ما فيش دي. فأنا لازم أشحت، أسرق، استنى لحد المصيبة اللي أنا فيها دي. يعني مثلا بتشوف في التعليقات من الأمريكان إن واحد لما عرف إن الإدارة اللي موجودة دي نجحت، راح رقح، كان جايب عربية مأجرها، راح رجعها، ما اشتراهاش، لأنه عارف إن في أيام سودة جاية. أنا اشتريت عربيتي في الوقت ده، لأنه أنا هبلة، لأنه أنا مش بنت البلد، مش مولودة هنا، لكن هو مولود هنا، فاهمين على بعض. خلاص، وعارف انه الحزب ده ما عندوش الا سياسات معينه. ايه هي السياسات بتاعته؟ انه ما عندوش الا فكره الجبايه، فكره ان انا ايمي دي انا خلصت معاها 8 سنين، خلاص دعكتها في كل السيستم بتاعي، محتاج زبون جديد عشان تصويت جديد وعشان منفعه ماديه من فلوس دفع الضرائب جديد. فبالتالي هو بيفتح الحدود، متعمد يفتح الحدود، متعمد يفتحها. عمرك شفت حد يبقى قاعد في بيته أو أي دولة محترمة تفتح حدودها لأي من هب ودب؟ احنا دخل عندنا بتاع 10 مليون دلوقتي، 10 مليون بني آدم دخلوا. طبعا انا المفروض بقى الشرطة والمخابرات وكل الأجهزة الرقابية والتنفيذية المفروض تمشي وراهم، يعني المفروض فلوس الناس اللي بتاعت الضرائب دي وبتروح للسيستم الحكومي ده، عشان نبتدي بقى نشوف الجرائم اللي لسه ازاي هتعمل الناس اللي وهم نطوا من على السور وهم مش قانونيين، ازاي تخليهم قانونيين؟ بأي منطق؟ يعني بأي منطق في أي دولة في العالم ازاي تخلي إنسان جالك بشكل غير شرعي وغير قانوني تخليه قانوني؟ انت لا عارف هو جاي منين ولا ظروفه ايه ولا ايه، يعني ما عندكش لا اي. انا لما جيت خدوا، انا نفر لوحدي، جيت لوحدي بقى، لما رحت اعمل الورق بتاع الجنسية لقيت يمكن 7 ملفات، كل ملف قد كده، وانا لوحدي. كل ده لموا معلومات عني في 4 5 سنين عشتهم قبل ما اخد الجنسية، وانا لوحدي في ملف قد كده قد كده، كل ملف قد كده، 7 ملفات لنفر لوحده. يعني راح وراك وانت بتقدم على قسط في كذا، راح وراك وانت ما فيش حاجة ما يعرفهاش، لان الشبكة العنكبوتية دي يعني انت مش متخيل قد ايه رهيبة، قد ايه رهيبة، انتهاك للخصوصية وانتهاك لكل حاجة.
كمان من ضمن البرامج اللي ما ضفتلكش فيها معلومة، انه لما بتروح تقدم مثلا على برامج المساعدات، هي حاجة بتجرجر حاجة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو بيديك فرافيت من التورتة، اللي هي مثلا لو كانت الفود ستامب اللي هو كوبونات الطعام، لو كانت ايا كانت المنفعة اللي انت هتاخدها، يعني هي تعتبر فرافيت، انت مش واخد حاجة من التورتة خالص، المنفعة بتروح للكاونتي اللي انت فيها او الولاية اللي انت فيها، للموظفين بتوع الحكومة. لو انت نفر لوحدك تاخد بالجزمة، السنة التانية هيديك بالجزمة، عايز ينطرك بأي شكل. لو انتوا 5 6 أو 7 أب وأم وعيالهم، فالابليكيشن بتاعك يبقى عامل 5 6 آلاف للوركر، وهكذا للديبارتمنت والكاونتي. فهنا الدولة العميقة، ده أديك بديك نقطة بحر، نقطة بحر اللي هو متداخل فيه. فبالتالي للوحده ده ما فيش أي عدالة خالص له، المفروض يدفع إيجاره لوحده، وبنزينه لوحده، والجروسري بتاعته لوحده، والتأمين بتاع العربية لوحده، لو والمفروض هيشتري بيت بقى لو لسه يعني عنده نفس يكمل معاه، ده لو قدر يشتري بيت أصلا. فيعني الأمور كتير ومتشعبة جدا، ومواضيع كتيرة. لازم يعني تبقى ممنهجة في شكل نوتس كده، أو أجندة كده الواحد يتكلم فيها، لأنه بطلع من حاجة أخش في حاجة، بحاول ألملك كده من كل فيلم أغنية. ثقافة الحاكم، ثقافة الحاكم. أنا عاوز أقول لحضرتك إنه مسألة الثقافة دي يا أستاذ شريف، ما هيش في الموضوع، ما هيش في الموضوع. الصندوق بتاعنا والقاضي بتاعنا، الحكمدار بتاعنا، والشيخ بتاعنا، وكل حاجة بتاعتنا، بس بالفرنجي أو بالأمريكاني. هو فيلم الزوجة التانية، جواز عتريس من فؤادة باطل، شيء من الخوف. عارف انت الأفلام اللي اتربينا عليها ديت موجودة هنا بس بمنتهى الغباء، اللي هو يعني انت جايب، يعني جاي تبيع المية في حارة السقايين، أو بمعنى أصح جاي تعرج في حارة المكسحين. هي يعني في يوم من الأيام الواحد هيبتدي، يعني لما يكبر يبقى عنده وقت يكتب الكلام ده كله ويأرخه، لأنه الواحد يعتبر شاهد على العصر، شاهد على العصر حرفيا حرفيا. مش حد حكاهولي أو حد قالهولي في صفحة ولا اتنين أو وجهة نظر، ده أنت مريت خلال ال14 سنة بكل سيستم، بكل سيستم. وانت ما عندكش، يعني وانت جاي ما كانش عندك الامراض اللي هي الامراض المجتمعية اللي موجودة جوه. وانت جاي كنت جايب صحتك 10 على 10، الصحة البدنية. وانت جاي كانت صحتك بتاعة الجسم ما فيهاش اي امراض خالص، يمكن الصداع بس النصفي اللي كان عندي. دخلت جات لك أمراض، ابتديت تعرف إنها بتيجي من البيئة ومن الأكل. حاجة تانية، الأمراض اللي هي المجتمعية، اللي هي مسألة العنصرية ومسألة التمييز والحاجات دي، مش موجودة عندنا، عندهم متجذرة وموجودة بشكل رهيب. فأنا كل ما أكون عاوز أخد حقي لازم أتخانق، يعني في الكلية على سبيل المثال وأنت بتدرس لازم تسأل ليه 100 سؤال ليه، هما مش متعودين بقى ان انت تسأل ليه دي. فانت بتكتشف الله، مش دي ديمقراطية؟ الانكت بقى، الانكت في النكتة اللي ممكن احكيها لك في مجلدات، يقول لك ايه رأيك في السيستم بتاعنا؟ ممكن تقول لنا ايه رأيك في التجربة بتاعت التعليم بتاعتنا، علشان لما يجي لنا طالب جديد نتفادى اي اخطاء عملناها. فانت زي الاهبل بقى تصدق ان ده تطوير او تنمية
لعملية التعليم، فتقول أساعد وما تاخدش فلوس وتدي وقت ومجهود، إنك تقوله أنت عندك خلل في كذا وكذا وكذا وكذا، بعد ما تقوله أنت عندك خلل في كذا وكذا وكذا يديك بالجزمة بريتاليشن، بقطع ساعات العمل في الكلية لو كنت بتشتغل زي حالاتي في الكلية، وتلاقي نفسك بتلف بقى إيه كعب داير وزبون بقى عند بتوع الليجال ايد. كتير، قصص كتير يا جماعة، انتوا مش متخيلين يعني ايه تبدأ من أول وجديد في مجتمع من كل الألوان والأعراق، بتحاول تفهمه وبتحاول تفهم كل واحد على حدة، لأن احنا ماشيين بمبدأ الشلالية، واللي بيعزز مبدأ الشلالية دي هي السياسات، سياسة فرق تسد. ارجع اقول لك مثلا ليه 40 أو 50% من الاسبان او من المكسيكان هما الزياده في التعداد السكاني في العرق بتاعهم، طب ما بالتالي لازم هيجي عليا، يبقى انت حاطه للكراهيه. انا مش مشكلتي مع ال 40 50%، انا مشكلتي مع اللي سمح ان هما يبقى 40 50%، يبقى انت حاططهم يعني زي ما نقول كده ايه الفتوه بتاعك، جيت يمين جيت يسار، هم دول الفتوة بتاعك. ف أمور كتير كتير يعني صعب الواحد يتكلم فيها على التليفون أو على الإنترنت بالشكل ده. دي محتاجة يعني يبقى في سؤال وجواب، محتاجة إن الواحد يبقى مرتب أفكاره، لأنه أنا بحاول أجيب لك خلاصة حاجات أنا مريت بيها. مش معناه إن أنا ست فاشلة، يعني انا ست طف جدا، يعني مش ست سهلة ابدا ابدا، مش سهل ان انت تتعامل معايا، ومش سهل ان انت انا ابيع لك دماغي حتى لو انت مين. فيعني في النهاية انا لازم يعني اخد وقتي في تحليل الامور، بعيدا عن التحيز من اي نوع، بعيدا عن العاطفة. عمري ما خدت مخدرات، ما بشربش مخدرات، الشاي القهوة فقط لا غير، الأدوية اللي أنا باخدها ملهاش أي تأثير على الصحة العقلية بتاعتي أو الصحة النفسية بتاعتي. دي أمراض الدنيا كلها موجودة بيها، الكوليسترول، الصداع، حاجات يعني زي كده. إيه تاني؟ ما أخدتش مثلا قرض من البنك وما رجعتوش، ما اشتريتش حاجة في حياتي غير العربية وندمت إني اشتريتها. لو معايا ملايين الملايين عمري ما فكر اشتري حاجة هنا بعد اللي شفته، لأنه مجرد انت بتشتري حاجة بتلاقي الدنيا تهدد فوق دماغك، لأن هما بيبقوا عارفين نسبة الشراء بتاعت البيوت من سنة كذا لسنة كذا قد ايه، التعداد بتاعها او العدد بتاعها، الناس معاها فلوس قد ايه، فنخلق فنكوش، والفنكوش ده يلمنا الفلوس اللي في جيبهم، يخلصوا الفنكوش ده نطلع لهم بفنكوش تاني. فنكوش كورونا ده كان منه سياسة وفلوس، سياسة واقتصاد، منه ان نعجز ابو حنان ونبينه ان هو فاشل، واحنا اللي خالقين الفنكوش اساسا، احنا مش طايقين نقعد في الكرسي بره ونتفرج مع المشاهدين وهو يقعد فيها. ازاي هو يقعد فيها؟ ازاي ده هيهدلنا الدولة العميقة اللي هي قايمة على فكرة المنفعة الحكومية والحزبية. دي نقطة، النقطة الأهم إن إحنا ما ينفعش نركبه، لأن هو مش النوع اللي يتركب، مش النوع اللي نقول له اعمل كذا أو ما تعملش كذا، المفروض يجي عشاننا قبل أي شيء. فإحنا لازم يعني طبعا أغلبية الحزب اللاديمقراطي من المتلونين اللي هم يعني عندهم مشاكل بشكل او باخر بيتاجروا بيها. يعني في فرق اما تبقى انت عندك مشكلة بينك وبين مراتك مثلا، يعني والمعالجة تكون على حساب ولادك، انت عندك المشكلة ديت بينك وبين زوجتك، المفروض مراتك تحلها معاها، ما تحلها ما مراتك ما تحلهاش على حساب العيال، وانت ما تحلش مشكلتك مع مراتك على حساب العيال، من الطرفين المفروض كده يعني. فأنت بتكتشف إنه لأ، ما بيحصلش كده في السياسة،
ما هي الأسرة إيه يعني؟ الأسرة ما هي في النهاية يعني، أو الجماعة في النهاية ما هي يعني تعبير عن سيستم كبير. فأنت بتكتشف إن اللي طلع في الكرسي لما بيطلع للكرسي ومش على مزاجك ومش هيبقى ملء مرن أقدر أتنيه أحطه أشيله أجيبه أقوله، كل ده هو يعني في الحسابات بتاعتهم. فبالتالي ما بيتقبلهوش، بدليل ان في واحد من المرشحين من الشباب الصغير في الاربعينات حاجة و30، هندي، هو من اصل هندي ومن الحزب المحافظين، هما مش متقبلينه خالص، الحزب الديمقراطي مش متقبلينه وسايقين عليه الميديا بشكل شرس رهيب. ده هيبقى اوباما رقم 2، والحزب التاني برضو بتاع ترامب نفس الشيء، الهجوم يعني، في الهجوم في الحملة بتاعته. نمرة 1 هما مش طايقينه علشان عمره ما استخدم السيستم الحكومي، هو جاي من طبقة مادية كويسة، اهله تعبانين عليه وصارفين عليه، هما مش عاوزين ده. دايما يدور لك على نقط الضعف اللي بتيجي عند السياسي اللي هيقعد في الكرسي عشان يقدر يخش لك منها. فلما يكون عنده اكتفاء مادي زي ده ومن أسرة متيسرة بيفكر فكر معين بعيد عن ماما الحكومة، هما مش عاوزين ده، هو عاوز ماما الحكومة تحل مكان كل حاجة، بدليل ان الاولاد اللي مولودين هنا في عمر 20 وفي 30 لما تيجي تتناقش معاه بيوصل معاك للفرستريشن، شيء من يعني شيء من الإحباط وشيء من في الآخر بيقولك الحكومة دي ربنا، انت لازم تحطي في دماغك ان الحكومة دي بالنسبة لنا هنا ربنا. فده لما يبقى مولود هنا وتتناقش معاه وهو ابن البلد وانا مش مولودة هنا ويقولك جملة زي دي، يبقى انت ما عندكش لا حريات ولا ديمقراطيات ولا اي زفت خالص، انك طلعت لي واحد في 20 او في 30، لو انت تعب نفسك في حوار مش موجود هنا. هما لازم يكونوا في كل حاجة فيها لا خفيها. فهي المسألة مش مسألة، كمان عشان بس الكلام طول، مسألة مش مسألة ان انت ضد الحكومة مش بتحب الحكومة، الموضوع ملوش دعوة بالحب والكره، الموضوع بالنسبة لي مسألة سياسات انت بتطبقها على الارض ما بتاديش لحاجه، بدليل ان انا جيت ما اديتش معايا لحاجه يعني، ما وصلتنيش لاي حاجه غير انه انت ضيعت لي وقت وفلوس وصحه وعليهم اضرار ماديه واضرار امنيه واضرار كبيره قوي او شخصيه، وما عندكش القانون، ده اهم حاجه، انت ما عندكش القانون. القانون ده بالنسبه لي اهم حاجه، انا جايه على اساس ان هو يبقى ظهري يبقى سندي، لأن أنا مش حابة الشلالية ولا حابة إن الواسطة والكلام ده كله، أنا جاية بمجهودي فعاوزة إن أنا أخد حقي. فعلى مدى 14 سنة أنت عمرك ما اديتني حقي، أنا أبقى هبلة لو أدفع 20 30 ألف دولار لأي محامي محترم وبالنهاية أروح للمحكمة واخده ويقول القانون والقاضي يحكم بالسياسة أو يحكم بالتحيزات العرقية والدينية، بدليل المحاكم هنا فيها نوعين من الأحكام، حكم للقاضي وحكم للعامة من الناس بسبب القصة بتاعت التمييز والعنصرية، ان انت لو عندك قضية وعمل اي جريمة ما ايا كانت الجريمة وهيحكموا عليك فيها، بيسألوك عايز الحكم من القاضي ولا الحكم للعامة بالتصويت للشعب نفسه من الشعب الجيري. فانت وحظك بقى، انا في كل الاحوال بعد ما اتلسعت من الشوربه لا هصدق ده ولا صدق ده. فانتوا فتحتوا موضوع يعني كبير كبير، مش سهل اللي انتوا فاكرينه ان هو سهل، هنا ده محتاج اراده من كل اراده سياسيه في المقام الاول عشان يبقى يعني نشيله من جذوره، ما يبقاش مجرد للعرض. للأسف كل اللي بيجي بيعالجه من العرض مش من المرض نفسه.
انا بتهيألي طولت في الكلام قوي. هبص على التعليقات بس قبل ما اقفل. طب فين محمد؟ لسه شايفة حكاية اقبالي الطلب دي؟ انا كنت شايلة التعليقات عشان ما توهش. محمد مش فين الطلب اللي انت بتتكلم عليه؟ محمد حسن فين هو الطلب اللي بتقول عليه؟ اللي باع الطلب مش محمد حسن. انهي طلب اللي اقبله؟ أنهي طلب يا محمد؟ طيب نكتفي شوية النهاردة بالحبة دول، ونحدد المرة الجاية. يعني كلام محمد حسن، اكتب ايه هو الطلب، لاني مش فاهمة ايه بلي الطلب اللي هو ايه الطلب ده. فانا هقفل دلوقتي، وللحديث بقية. ممكن كمان شوية، يعني لو كتبتلي ايه المطلوب ممكن نطلع كمان شوية. يلا سلام مؤكد.